20 تموز 2007 لبنان بيشهد على ولادة جديدة، ولادة شركة إعلامية، ولادة محطة تلفزيونية. 20 تموز 2007 لبنان بيشهد على ولادة الأو تي في. من حلم لواقع وحقيقة، نورت الأو تي في وشقت طريقة بين العديد من المحطات التلفزيونية اللي كان لها سنين على الساحة الإعلامية محلياً عربياً وعالمياً. أما اللي بيميز هالمحطة عن غيرها فهو الاستثمار اللي شجع المواطنين على دعم انطلاقتها ومكفى ليدعم استمرارها. نحافظ على القيم، كيف بروح؟ بلتي إذا بدي شارك بالقرار ما بروح. كافي دغري لقدام؟ كيف بروح حتى طالب بحقي؟ إذا بدي وصل صوتي بكمل دغري؟ إيه دغري من هون. إذا بدي دافع عن مبادئ من وين؟ من هون. كلنا بيعرف إنه الإعلام انعطى حصانة حتى ينقل الرأي الحر وينقل الحقيقة للمجتمع حتى يتكون رأي عام صحيح وسليم، ولكن مع الأسف الإعلام الممسوك والمملوك صار في عنده انحراف وصار ينقل أخبار ويدافع عن مصالح مالكينه واللي ماسكينه. لذلك نحن قررنا يكون عندنا وسيلة إعلامية يمتلكها الشعب حتى يدافع عن مصالح الشعب ويعبر عن وجهة نظره. هدف، طموح، مبادئ، قرار حر ومستقل، هيك انطلقت الأو تي في، واجهت، تحدت، وصلت ونجحت. الأو تي في محطة فريدة من نوعها، ما بتشبه حدا، هي ملك الشعب ومعيار الشفافية مع المشاهد، مع المستثمر ومع المعلن. بأقل من 6 أشهر انتشرت الأو تي في على مساحة 5 قارات، والبث كان تجريبي. 20 تموز 2007 مع انطلاقة المحطة كانت انطلاقة أول نشرة أخبار للأو تي في. تاريخ جديد يضاف اليوم إلى سفر الكلمة الضوء والخبر الحقيقة. نشرة مفصلة بتغطي كل الأحداث وبتنقل الصورة مثل ما هي بلا زيادة ولا نقصان. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من الأو تي في. سياسة محلية، أقليمية ودولية، من نشرة لنشرتين ل4 نشرات يومية باللغة العربية ونشرة خامسة باللغة الأرمنية. بارفتز هاركليا غنتيرنر أو تي في هايرن لرادوتيان جامعة. حدث بيفرض نفسه بنشرة أخبار الأو تي في، ونشرة أخبار الأو تي في فرضت نفسها بمصداقيتها وصارت بالمراتب الأولى بنسبة عالية من المشاهدين. من أبرز التغطيات يلي قامت فيها المحطة هي تغطية الانتخابات النيابية ب7 حزيران 2009، تغطية شملت مجمل الأراضي اللبنانية وتميزت بنقل مباشر ورصد لآخر وأبرز التطورات لحظة بلحظة، من نسب المشاركة لتقدم الفرز للنتائج الأولية والنهائية على مدار الساعة. على مستوى البرامج، ومع بداية 2008 انتهت فترة البث التجريبي وانطلقت شبكة برامج جديدة وكاملة شملت مسلسلات لبنانية وعربية، برامج فنية، سياسية، وثائقية، اجتماعية، رياضية وثقافية، انتاجات لبنانية ومحلية سيطرت على موجة الانتاجات الأجنبية اللي كانت منتشرة على غير محطات. وجوه عديدة شفتوها على الأو تي في منها بتعرفوها. الحق يقال، هل انتهى زمن العداء وفتحت الأبواب على التلاقي والتفاهم والعبور؟ ومنها تعرفت عليها لأول مرة، نظرتوها وحبيتوها. والعالم
برامج عديدة تابعتوها من موسم لموسم. حلو بدك تغني، غني مع غسان على الاو تي في. وهلأ برامج جديدة عم تتحضر والانطلاقة قريباً على الاو تي في. وقريباً موعدكن مع الموضة Made in Paris. بمدينة النور بتنقل ما بين أجمل الأحياء الرائية، باريس بتسلمني أسرارها بعالم الموضة، أحدث الصيحات والأكل الرائع. بهالبرنامج رح تشوفوا معي كل شيء إن بباريس، برحب فيكم بميد إن باريس. سجل بمنافسة جديدة من نوعها. يا نور وهج الصلاة قدسية شموعي. والضحك مع شخصيات معروفة ومحبوبة. في بسين لحق بسينة هرباني منه، بده بشباط يعني، كان شخصيته معبر. فركض وراها ركض وراها، هي هرباني ما بدها، طلعت على الطريق درعستها السيارة، قال لها خلي الشرف ينفعك. تعارف والعزايم أكيد ما جايين نجربكن. كثير طيب أكلك تمامت وخلص. أنا بسميها ماي فيوتشر كنة، مضلنا نتساءل إنه حما وكنة وأنت كنتنا ورح نبطل نحبك. أما الدراما اللبنانية راجعة وبقوة. الأو تي في ملككن أنتو، لبنانية 100% وعلى امتداد الخمس قارات. برصيد الأو تي في جمهور كبير دايما جاهز ليدعمها. الأو تي في محطة ما بتنحاز لغير الحق، وسيلة إعلامية هاتفة وصلت للصفوف الأمامية بوقت قياسي. فريق عمل محترف وقرار حر ومستقل، تطور مستمر وسعي متواصل لتحقيق الأهداف، عمل على مدار الساعة لنقل صورة محطة بحجم الطموحات. صعوبات تخطيناها معكن وإنجازات حققناها بدعمكن، مراحل قطعناها بثقتكن، وبكل هالمحطات كنتوا أنتوا الأساس. بوقت قياسي الاو تي في حققت يلي عجزت عن تحقيقه غير محطات. طريقنا طويلة وبكبر التحديات بيكبر نجاحنا. معكن بلشنا ومعكن مكفين تيوصل صوتكن للعالم كله. شاشة صغيرة حاملة حلم كبير عم بيتحول واقع يوم بعد يوم. فيكن نورت، معكن بتستمر وإلكن بتبقى. من الشعب إلى الشعب.